أسعدتم أوقاتاً أيها المتواصلون الصغار أنا معلمة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف الياء ستكون بدايتنا عزيز المفكر هي مهارة الاستماع وستقوم بدورك كمتعلم البكالوريا الدولية بالاستماع إلى قصة حرف الياء ومن ثم إعادة سرد قصة حرف الياء بلغتك الخاصة قصه حرف الياء جدي ياسين قال سكر انا اعيش في بيت جميل وروضتي الجميله هي بيتي الثاني في عطلتي ازور بيت جدي ياسين جدي يحب الارض ويزرع فيها اشجار التين والزيتون النهاية، وهنا أيها المتأمل الصغير سوف ننتقل إلى مهارة المحادثة، وستقوم بتوظيف مهاراتك التواصلية في المحادثة، وذلك من خلال تأمل لوحة التحدث التي أمامك بعنوان جدي ياسين، وتقوم بالتعبير عما تراه في هذه الصورة من الشخصيات الموجودة أو من الألوان الموجودة أنواع الأشجار أنواع الفواكه ثم تقوم بذكر اسم جدي ياسين واستكمالا لمهارة المحادثة عزيز المفكر ستقوم بالاستماع إلى قصة اليرعة الصغيرة ثم تنتقل إلى أوراق عمل حرف الياء وهي بعنوان اليرقة الصغيرة أو اليرعة الصغيرة وهنا عزيزي المتعلم ستنتقل الى مهاره القراءه فستقوم بدورك بالتمييز حرف الياء وصوته وحرف الياء مع المدود القصيره الفتحه والضمه والكسره وايضا حرف الياء مع المدود الطويله الالف والواو والياء حرف الياء مع المدود القصيره يا. يو ي حرف الياء مع المدود الطويله يا يو ي ايضا عزيزي المفكر ستقوم بتجريد حرف الياء من الكلمات الموجوده امامك وذلك بان تميز شكل حرف الياء في وسط الكلمه وحرف الياء في اخر الكلمه كلمه تين تين يوجد حرف الياء في وسط الكلمه ثم تنتقل إلى لفظ حرف الياء مع المدود القصيرة والمدود الطويلة، ويتبعه أيضًا أن تضع دائرة حول حرف الياء في بداية الكلمة أو في نهاية الكلمة، وتنهي هذه الصفحة بأن تصل خطًا بين الصورة التي في اسمها الياء ومع حرف الياء تنتقل عزيزي المفكر إلى حل ورقة نشاط القراءة وبذلك تكون قد أنهيت جزئية مهارة القراءة وذلك من خلال وضع دائرة حول حرف الياء في الكلمات المعروضة أمامك جدي ديك تين نخيل وهكذا وهنا عزيزي المتعلم ستقوم بالبدء بمهارة الكتابة، وهنا عزيزي المتأمل عليك أن تتأمل حرف الياء الموجود أمامك وأن تقوم بتلوين النخيل الموجود في هذه الصورة بالألوان الحقيقية التي تراها في واقعنا في هذه الصفحه ايها المتامل الصغير عليك ان تقوم بكتابه حرف الياء في بدايه الكلمه وكتابه حرف الياء في نهايه الكلمه وقبل ان نختم احبتي الصغار علي ان اذكركم بصوت حرف الياء اسم الحرف ياء صوت الحرف ي يي. يي. هذا كل ما لدينا أحبتي المفكرون لهذا الأسبوع أسعدتم أوقاتا